السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة التي سوف أشارك معكم فيها وصفة غريبة جدا لعلاج السعال المزمن أو علاج الكحة المزمنة لكل من يعاني من هذا المشكل. يمكنكم أحبائي الأعزاء عمل هذا المكون، مكون بسيط وهو مكون الملفوف كما تشاهدون، فهو متواجد في جميع الأسواق والأغلب يعني لا يعرف فوائده كثيرا. دائما أوصي لما لا بعمل بحث بسيط لتتأكدوا من يعني فوائد هذا المكون. كما قلت، هذه الوصفة هي لعلاج لكل من يعاني من السعال المزمن أو الكحة المزمنة، وخاصة في فصل الشتاء. هناك العديد من الأشخاص يعانون من إصابات السعال والكحة. طريقة استعمال هذا المكون، يعني طريقة استعمال الملفوف طريقة طبيعية، لا يحتاج إلى زيادة مكونات. فقط إذا أردتم زيادة زيت الزيتون فقط إلى هذا المكون وتناوله طبيعي بدون طبخ، يعني تتناولونه هكذا بدون طبخ. نأخذ أوراق الملفوف ثم نقطعها إلى أجزاء ونقوم بعمل سلطة من الملفوف بدون زيادة أي توابل، فقط نصب عليه القليل من زيت الزيتون ثم نتناوله في وجبة الغداء كسلطة. يعني الكمية التي سوف تأخذونها أحبائي الأعزاء كمية 4 معالق كبيرة. نقوم بتقطيع 4 معالق كبيرة من هذا الملفوف ونصب عليها القليل من زيت الزيتون ثم نتناوله. ستجدون طعمه يعني لاذع شيئا ما، ولكن فعاليته سوف تلاحظونها أحبائي الأعزاء في علاج العديد من المشاكل ومنها السعال المزمن أو الكحة المزمنة. أتمنى منكم أحبائي الأعزاء تجربة هذا المكون، مكون ملفوف. كما قلت، دائما يمكنكم ولكم الحق بأن تعملوا بحث بسيط على أي مكون في الوصفة لكي تتأكدوا فعلا بأن لديه العديد من الفوائد. هذا المكون مكون ملفوف، أوصي فقط في هذه الوصفة بأن تتناوله طازج بدون يعني ني، بدون طهي. يمكننا تقطيعه إلى شرائح صغيرة ما يعادل 4 معالق كبيرة، ونضعه في يعني في ثم نضعه في إناء صغير ونصب عليه القليل من زيت الزيتون ونتناوله بشكل طبيعي كسلطة يوميا مع وجبة الغداء. بهذه الطريقة أحبائي الأعزاء سوف تلاحظون الفرق في لكل من يعاني من السعال أو الكحة المزمنة، سوف يلاحظ تحسن كبير. وأيضا لديه العديد من الفوائد على جسم الإنسان. أتمنى منكم تجربة هذه الوصفة أحبائي الأعزاء، وأتمنى منكم ألا تبخلوا عني بالدعاء ثم الدعاء والانضمام إلى أسرة قناة جربحكم المتواضعة، وأن تشاركوا وصفاتي مع الأهل والأحباب جزاكم الله خير، وألا تبخلوا عني أحبائي بالتشجيع بلايك. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.